أهالي مونتيمور، كاين واحد الخبر خايب بزاف خاصكم تعرفوه، حيت كيخص كل واحد فيكم. الملكة ماتت. هذا الشيء اللي وقع، ولكن في نفس الوقت بالرغم من هذه المأساة اللي وقعت، جايب لكم واحد الخبر زوين. كيف ما كتعرفوا، الأقدار ديالنا ماشي حنا اللي كنتحكموا فيها، الموت والحياة بيد رب العالمين بوحده وماشي بيدينا. هاد الشيء ديال الموت بحال الحياة، يعني كيف ما كاينه ناس كتموت، كاينين حتى الناس اللي كيرجعوا للحياة. وفي النهاية الحاجة اللي بغيت نقول لكم، ألفونسو مازال عايش. شعب مونتيمور، في الأول أنا بغيت نعتذر منكم كاملين، حيت سببت لكم القلق من بعد ما وصلكم الخبر ديال موتي. ولكن تعرضت لإصابة خيبة بزاف، وللأسف ما خلاتنيش نرجع لمونتيمور. وواخا كلشي داكشي اللي وقع، رجعت في الوقت المناسب باش نتشاركوا ألمنا مجموعين. وكيف ما كتعرفوا كاملين، جداتي هزات في قلبها كل أحلام شعبنا، وبعد ما خسرناها كنظن أن كل واحد فينا خسر جزء من أحلامه. سمعنا بزاف على ناس شجعان، وسمعنا على بطولاتهم، ولكن واخا هكاك بزاف منهم ما قدروش يوصلوا لمكانتها. ولكن الحياة غادي تستمر. الملكة كريسيليا، صافي من هنا لقدام ما بقاتش غتسيرنا، ولكن غادي تبقى في التاريخ ديالنا عايشين بذكرياتها. وباش تحافظوا على الذكرى ديال الملكة، حنا خاصنا نكملوا المسيرة ديال ملكتنا مع بعض. الله يحمي لينا ملكنا.